لز ناس. عمنا كبير في السن، كبير في السن، خش في الشيخوخة وجماش في الشارع، لقاه بيلعب جنب الباب. اللسان، الفهم، يا ولد هوي أبوك وينه؟ بابا بابا شو بابا شو بابا 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 يا ولد هوي لا إله إلا الله. يا ولد أبوك وينه؟ بابا فاتر بابا بابا فاتر بابا فاتر مصطفى عمو. لا 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 هذا مصطفى ماله؟ فاتر مصطفى لقد فعل مصطفى عيان. عيان يا ولد لقد فعل شنو؟ لقد فعل جنابيك. نطلع من الفكة؟ صفمة صفمة. نطلع من الفكة؟ صفمة. طيب مروا راجل يوم يضج في البيت، شكله كده شكله طوالي، عنده شافعي صغير قاعد في نصه، يوم يسمع لك في الضجة دي. اليوم ده قال لك اختلفوا في ملح الغدا، راجل ده له رجلة والشافع مزاجه في خضرة والمرأة ويك. اي زول ده لا حل براو. الشافع الصغير نطة ولا حقرع خرب الرص. الراجل داير شنو داير الرجلة المزالة دي مارك بطلي في راسه، شال قفة ومش السوق شارعين ثلاثة بتاع ركشة لا في غلط خمليك. الراجل وده المستشفى، الحلة كلها كسرت في المستشفى، حلة فاضية. يا عمك الطاهر ذاته جي لي قاول جنب الباب. يا ولد روح أبوك وينه؟ بابا خموت اللقصة. خموت اللقصة وسهلة. لا إله إلا الله. وسهلك وينه؟ فاتر المصطفى يعني وين فاتر المصطفى وكله؟ فاتر كله سادك بس سادك فاتر المصطفى. لا إله إلا الله. أها وحشرك قاعدين هنا؟ آه قاعدين في المصطفى يا عمو. طيب بس سويت شنو؟ سوينا رجلة. نشوف قبيلة تاني، نطلع من الفكة ونجي راجع لهم تاني. طيب نهم الشاتوني قبيلة. ديكا؟ طيب جنوبي خواف. خواف بيقفل بابه من الساعة 9. مين يقفل باب ده؟ أنا بيجي هسه. قفل صباح ده خراب يا عمي، أنا ما قفل. من الساعة 9 بيقفل أبوابه بيرقد بنوم. مالي صباح ده ما فاضي يا أخوان. يا أخوان. هيك ده زعلوا بصير بكرة بعمل أمور ما كان كده. مين يقفل باب ده؟ يا أخوان لا إله يا أخوان المشكلة دي ولا. أنا من ما بيجي هسه. الليل بيقفل ابوابه من بدري. اليوم ده بيتونس مع مرته حد الساعة 10 11 نسوا الباب فاتح، يتذكر انه الباب فاتح. قال له ماري باب دم فاتح. قال لي باب دم بقفل انا ولا انت؟ انا ما عارف انا ولا انت ما عارف انا. لكن باب دم قفل، قلت ما قفل باب ده قفل قدومه كده قفل باب ده. قلت انا ما بقفل باب، انا ما عارف انا ولا انت ما عارف انا. يا اخوان ما بقفل باب ده قفل باب ده ما بقفل. قال لك بيتناقشوا حد واحده رقدوا خلوا الباب قافل فاتح. بعد شويه الحرامي جا خاشي الساعه 2 سحب بيه وميري. دين حرامي جي قال حرامي مع السبل بتاعه. في زول بيتاري زول اثناء سكر بتاعه خلي سكر سكر بتاعه فوق بس انت غفل قدوم اقدر نوم بعد بشوية كورة قتلي. اوه دين انا مسال فانتولو انجينز بتاعك
كلام انت لوند زار ومارسيس انا بوغر بسر واتا انا كفو كدوم 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 يا مان يا اخوانا باشوية تاني كوينة قلت لي كلمة عليك انا مساء تلفزيون قال انا تلفزيون كله قدو فسافي انا بوغر بسر يرسي برقالي انا كفو كدوم 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 بعدا تاني كوينة قلت لي شديد النكتة مهداة لأسامة جنكيس والخالة عشة حلفة إمام جامع حلة ثلاثة أرباع حلفاوين جامع ناصية صلاة مجاسفة قل هو الله واحد والناس بتطلع اليوم ده جابولون إمام جامع مصري جديد حافظ القرآن حافظ من الحمد لله درغرة جابولي خش الجامع الصورة الأولى خش الأم الثانية طوالي بالبغرة بصمتها صف الوردة خارج والفي النص زي الجير استقيل لوي روح الله مين اللي جاب الراجل ده شادي وليك بالبغرة وماش ساعتين حلفاوين ساعتين والراجل ده مش هيرس يروح يسلي في الجامع ده تاني مين اللي جاب الراجل ده يا بابكم طنطنة شديدة فواحدين بركوا قاعد وتحب ومواصل في البغر بعد شوية قطع قطع في آية كده منتظر ذول يصلح وإن جامع كله صاني وإن صاني وإن حلفاوي في النص متضايق قال ما في زول يكلم